أهلا بكم طلابي الكرام، طلاب الصف التاسع الإعدادي في درس جديد. الدرس الماضي أخذنا كونديسيونيل بريزون، الحاضر الشرطي. طبعا راح اليوم راح نأخذ بعض التمارين الموجودة في كتاب التمارين ليفيرب أونتر بارانتيز الامبارفي، صرف الأفعال بين قوسين في الماضي الناقص. إيه البارحة، طبعا ننتبه للدلالات مشان بالامتحان راح يجي اختياري داكوغ، فممكن يكتبون دلالات مثل إيه البارحة، معناتها اختار فعل مصرف بالماضي الناقص إيه أو ماضي مركب. طبعا هنا مطلوب منا أعلام بارفي، نصرف الأفعال بالماضي الناقص. إيه البارحة ليونيل ميسي إيتر كان مالاد مريضا. طبعا هاي الكلمة مالاد مريض تدل على وصف حال، وبالتالي نصرف بالماضي الناقص. إيتر فعل شاذ جذر إت، ونضيف النهاية مع ليونيل ميسي هو إيل، ونضيف آ إي تي إتي مالات كان مريضا. فعل أفوار إلى أفوار دو لا فيفغ، هو كان مصابا بالحمى. طبعا هنا أيضا وصف فيفر حمى، لديه الحمى يعني مصاب بالحمى. هنا نصرف الفعل بالماضي الناقص جذر أفوار أف جذره أف، ونضيف نهاية الماضي الناقص مع الإيل آ إي تي. نكمل، لأنه كان الجو جدا باردا. إذا هنا أيضا وصف للجو، الجو كان جدا باردا. هنا أيضا جذر فير فيس، ونضيف النهاية مع الإيل آ إي تي تري فوروا جدا باردا. إيل نيج كانت تثلج، كانت تثلج. طبعا نيجي هذا الفعل منتهي بجي او ار، هنا نحذف فقط حرف الار. من المعروف انه افعال المجموعة الاولى نحذف الاو ار، بينما هنا نكتفي بحذف، اذا افعال المجموعة الاولى نحذف الاو ار، بينما هنا نكتفي بحذف حرف الار فقط. والسبب للفظ حرف الجي، طبعا هاي القاعدة تنطبق مع جميع الضمائر، مع جميع الضمائر ما عدا النو والفو. فهنا لاحظوا، خلينا حرف الأول مكتوب باللون الأزرق، وضفنا النهاية آ إي تي نيجي كانت تثلج. سونيكيب فريقه نسيبا أنتريني لم يتدرب، كار ليري لأن الشوارع إيتر كانت جذر إيتر إيت الأول حرفين شاذ، نضيف آ إي أو إن تي طبعا بلوكي، لأن الشوارع كانت بلوكي مغلقة. نكمل، يوجد تمرين آخر جيدونتيفي، أنا أعرف لي لا فراس سويفونت بي ريبون أو كيستيون، اقرأوا الجمل التالية ومن ثم أجيبوا على الأسئلة. سيت كومبيتيسيون هذا التدريب أو هذه المنافسة، ديزولي هذه المنافسة سودير اللي كانت تجري بار موفيتون بطقس سيء، ميلو بيزاج لكن المنظر التي كان مانيفيك رائعا، تو لي كورور كل العدائين التي كانوا كونتون سعداء. طبعا السؤال الأول جاوبنا عليه، سوليني أشير لفيرب للأفعال كونجوغي المصرفة دان لفراس في الجملة. هنا أشرنا سودير اللي كان يجري، التي كان العداءون كانوا، هنا هذه الأفعال. السؤال الثاني، أكيلتون سي فيرب سونتيل كونجوغي، في أي زمن هذه الأفعال سونتيل كونجوغي مصرفة؟ طبعا مثل ما لاحظ منتهية بآئتين نهايات الماضي الناقص، معناتها هذه الأفعال مصرفة في زمن الأمبارفي الماضي الناقص. نكمل، ألم بارفي بوركوا تون أوتيليزي سوتون، لماذا تستخدمون، إذا هذا هو الحل للسؤال السابق ألم بارفي، لماذا نستخدم هذا الزمن؟ بور ديكرير إن سيتياسيون، من أجل وصف إن سيتياسيون حال، إذا نستخدم هذا الزمن من أجل وصف حال. نكمل، ريكري أعيد كتابة الفراز الجمل أوبريزون
بالحاضر دولاندي كتيف لصيغة الرفع. طبعا هدف هذا السؤال انه ننتبه للدلالات الزمنية، لانه يجي اختياري ايغا البارحة اوجوردي اليوم. البارحة معناتها الفعل مصرف بزمن ماضي، بل وحدها يخذين الماضي الناقص، ممكن يكون ماضي مركب مغلط، نهتم بالكلمة هاي ايغ يجي اختياري. اوجوردي اليوم معناتها زمن الفعل يكون حاضر اليوم اكتيل وحاليا. نشوف اذا هنا السؤال، وهنا المربع الثاني راح يكون الجواب. La compétition, التدريب se déroulait, كان يجري le matin في الصباح. شوف بالطرف الثاني، la compétition, التدريب se déroule, يجري le matin في الصباح. طبعا هنا حذفنا نهاية الماضي الناقص وصرفنا الفعل، هو من أفعال المجموعة الأولى، ضفنا e بالزمن الحاضر. Le paysage, المنظر était magnifique, كان رائعا. était ماضي ناقص منتهي بـ ait. نحول الفعل هذا était اتر فعل شاذ، نحول للحاضر. لو بيزاج المنظر يكون مانيفيك رائعا، اليوم المنظر يكون رائعا. جورج شارل يعني البارحة، جورج شارل وشارل اتي كانوا فتيقي متعبان. كانوا في الماضي وصف حال في الماضي، لأنه في كلمة البارحة شرط أول يكون الدلالة ماضي، فهنا وصف للحال فتيقي متعب، حالته تعبان داكوغ. فأجوردي اليوم جورج شارل سون فاتيغي، هما متعبان بالزمن الحاضر. هذا فعل إتر فعل شاذ. نكمل. لجون الشباب أوكوبي كانوا يشغلون لو دوزيام رانج، المركز الثاني. هنا نحول أوكوبي فعل من أفعال المجموعة الأولى مصرف بالماضي الناقص منتهي بأ أي أو أنتي. الشباب أوكوب يشغلون من النهاية أو أنتي زمن حاضر، المركز أو المركز الثاني رانش. خمسة، ليمير الأمهات نافي اوكين اكسبيريونس، لم يكن لديهن أي خبرة. ماضي ناقص فعل أفوار. الأمهات نون اوكين اكسبيريونس، الأمهات ليس لديهن أي خبرة. طبعا نكمل تمرين آخر بكتاب التمارين. ميلي فيرب سولينيه، ضعوا الأفعال المشار إليها ألام بارفي في الماضي الناقص. ألام بارفي في الماضي الناقص، عندنا جملتين مطلوب الفعل المشار إليه نرجع نصرفه بالماضي الناقص، يعني عكس التمرين السابق اللي هو يكون ماضي ناقص نساوي حاضر هنا حسب الدلالة. هنا أيضا تمرين ثاني نركز على الدلالات، وضروري نميز الدلالات. أكتيلمو حاليا، روجيه فيدرر نوسان تريمبا، لاحظوا هذا الفعل بالزمن الحاضر منتهي بـ. روجيه فيدرر لا يتدرب شاك جور، كل يوم. طبعا إذا ما كنت متمكنين من الزمن الحاضر، في عندنا فيديوهات سابقة للزمن الحاضر وللماضي الناقص ولكل الأزمنة، حتى الأفعال الشاذة بالمجموعة الثالثة في فيديوهات متكلمين عنها كاملات إن شاء الله. أفان في السابق، هذه الجملة الثانية. أفان في السابق، كلمة أفان تدل على الماضي. في السابق il s'entraînait، هنا حولنا الفعل من الحاضر، حذفنا الـ وضفنا ait. في السابق هو كان يتدرب توليجور كل الأيام. اكتيلمو حاليا معناته تأخذ فعل مصرف بالحاضر، ضروري نحفظ الكلمة هذه. avant في السابق هي قبل تجي كلمة ممكن تعني تدل على زمن في السابق. الجملة رقم 2، سيجور سي، هذه الأيام ليونيل ميسي في يعيش. هذه الأيام، هاي الكلمة تدل على إيش؟ هذه الأيام تدل على الحاضر، فنختار فهنا الفعل مصرف في الحاضر. يعني أنا أقول نختار لأنه بالنسبة للتاسع أسئلة القواعد الجرامر اختياري، فإذا كان عندي دلالة للحاضر أختار فعل مصرف في الحاضر. إذا ليونيل ميسي يعيش بيونس آيرس، طبعا هي مدينة أرجنتينية. لاني ديرنيير، السنة الماضية أو الفائتة. إل فيفي، السنة الفائتة، نركز على كلمة فائتة تدل على الماضي السابقة. يعني إل فيفي هو كان يعيش في الماضي الناقص، هاي مصرف. أرو في روما، في روما. السؤال الثالث، أون 2018، في عام 2018 فيدرر النوميرو، في عام 2018 فيدرر يكون رقم 2 عالمي. افان سيد ذات، طبعا هي جملتين، قبل هذا التاريخ هو كان رقم 1 عالمي. نوميرو ان
عالميا، إذا هو كان رقم واحد عالميا. إذا هنا نكون أنهينا زمن الأمبارفي، الماضي الناقص والتمرينات الموجودة في الكتاب. ما ننسى هذا الزمن والأزمنة اللي خذيناها خلال الدروس الماضية، زمن الفيتير سامبل المستقبل البسيط، زمن الباسي كومبوزي الماضي المركب، زمن البريزون الحاضر، كل الفيديوهات موجودة في القناة. الهدف من هذه الأزمنة بالامتحان أنه يجينا اختيار، يعني كتب لي إياه البارحة عندي يكون باسي كومبوزي ماضي مركب، أو يكون زمن الأمبارفي ماضي ناقص اللي هو موجود بالوحدة الرابعة. إذا كتب لي أجوردوي اليوم معناته بريزون، أنا لازم أختار الحاضر، أكتيل محاليا الحاضر، أفان قلنا سابقا الماضي، سيجور هذه الأيام أيضا الحاضر. في دلالات للمستقبل، دومان غدا راح أسوي فيديو عن الدلالات الزمنية، شلون نختار الزمن المناسب. لا تنسون تدعمونا بالاشتراك والإعجاب والتعليق.